ولرفع مستوى تحسين النظافة دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت عملية توزيع حاويات النظافة في مدينة المكلا. طاقم قناة المكلا رصد لمشاهديه التقرير التالي فلنتابع. تماشيا مع سلسلة الإجراءات الرامية لتحسين وضع النظافة في المكلا، دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت توزيع حاويات النظافة لأحياء مدينة المكلا والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبوس، واشتملت على توزيع 450 حاوية نظافة لمدينة المكلا كمرحلة أولى، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق: المنطقة الغربية والشرقية والمنطقة الوسطى. بدأنا أمس تدشين توزيع براميل أو حاويات القمامة اللي هي بسعة متر مكعب لمدينة المكلا، واللي قسمناها إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى. بدأنا بمنطقة الوسطى المكلا، الديسين والشرج، بدأوا الشباب من أمس واليوم إن شاء الله بكرة يكملوا المنطقة الوسطى، بعد بنتجه إلى المنطقة الغربية والشرقية. حددنا تقريبا لمدينة المكلا ما يقارب 430 برميل هذا الاحتياج. كاميرا قناة المكلا رصدت عملية توزيع الحاويات في يومها الثاني، لكن كانت المفاجأة أن عمال النظافة لا يرتدون وسائل السلامة كما توضح لكم الصورة، ما قد يعرض حياتهم للخطر. لكن القائمين على صندوق النظافة أكدوا للقناة أن أدوات السلامة سيتم توفيرها للعمال قريبا. البدل جاية، بدل إن شاء الله في معانا بدل جاية الآن للعمال بالعموم، هي في طور يعني في الإنشاء الآن، بدأنا في جزء كبير منها، إن شاء الله على نهاية السنة كلها بتكون موزعة بدل الجزمات، أدوات السلامة الخاصة بالعمال، هذه بالعموم يعني كخطة نحن عاملينها. النظافة إذن مسؤولية الجميع، وعلى الجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لجعل المكلا مدينة بدون قمامة. لقناة المكلا محسن بلبحيث.